داخل استاد القاهرة، تحياتي لحضرتك كابتن سيف زاهر، تحياتي لكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. فوز مهم وصعب جدا لنادي الزمالك، واول 3 نقاط محلية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك اللي منورنا ومشرفنا النهارده على شاشة اون تايم سبورتس وبصحبته المدرب العام الكابتن احمد مجدي. اتس ا بليجر فور اس تو هاف يو ات اون تايم سبورتس. في البداية عايزين نقول له مبروك النهارده الفوز، رأيه ايه في المباراة النهارده؟ Congratulations for the winning and what your opinion of the game. It was not an easy game. Because we control and dominate all the game, but we didn't, especially in the first half, we didn't create the chances that we should create with the ball possession that we got. احنا اتحكمنا في المباراة كلها واستحوذنا على المباراة، لكن في الشوط الأولاني ما عرفناش نعمل فرص على قد الاستحواذ اللي احنا عملناه في الشوط الأول يعني. بالتاكيد عاوزين نساله عن استعداده لمباراه الاهلي المرتقبه في نهائي كاس مصر، كل الجمهور الزملكاوي متعطش ليها، وخاصه ان ممكن تكون اول بطوله للزمالك تحت قياده جوميز. He asked you about اهلي جيم، how you prepare for this game and if we win that will be the first cup for us with you. Well, we have yes, it's true that in a few days we have this important game, but in the meantime we have another one Sunday that we must prepare first for. عندنا بعد كم يوم مباراة مهمة جدا زي ما انت قلت، لكن عندنا ماتش يوم الاحد لازم نحضر له بتاع افريقيا. But I understand that it's the game that everybody is expecting. We know that Ahly is a very strong team with fantastic players. طبعا بتكلم عن ماتش، اكيد طبعا الماتش اللي هو الناس كلها متوقعاه ومستنياه. الاهلي فريق كبير وبيضم لعيبه جامده. So we must prepare ourselves to try to beat them and the finals is not only to play, exist to win. And the history is in the history is just mentioned the teams that win in the end. وبقول لك طبعا عاوزين نحضر له تحضير كويس، وفي الاخر التاريخ ما بيذكرش اللي لعب كويس، وفي الاخر بيذكر اللي هو كسب يعني. And we won't be part of this history with my players have been working very very well. I'm very happy with them. نكون جزء من التاريخ دوت، واللعيبه الحمد لله بتمرن كويس جدا وشغاله كويس جدا تحت قيادته. We just need to transfer the ball possession that we have in more chances to score. كل اللي احنا بس محتاجينه ان احنا نحول الاستحواذ بتاعنا ده لخلق فرص. واضح ان هو بدا يحفظ لاعبي نادي الزمالك، والدليل التغييره الرائعه النهارده بنزول عمر جابر اللي قلبت المباراه. He tell you now you save all the players and you know all the players because that you change Omar change he change all the system how to play with Omar. Yeah, we train a lot of things. We prepare the team to be organized in different ways. بتمرن على يعني كتير على حاجات كتيرة، وبنحاول نخلي الفريق منظم في كذا موقف من مواقف الملعب. And when we have good players, we are near to get the point. لما نكون عندنا لعيبة كويسة بنبقى قريبين جدا ان احنا ناخد المباراة. Thank you very much and good luck. Thank you. شكرا كابتن احمد. شكرا. أعزائي مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، إذا ده كان لقائنا الحصري مع مستر جوزيه جوميز المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك بعد فوز مهم وصعب جدا على حساب فريق الداخلية، وأول 3 نقاط محلية تحت قيادة جوميز من ملعب استاد القاهرة. العودة مرة أخرى للاستوديو التحليلي والكابتن سيف زاهر.